أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم ولا حلقاتنا الجديدة اللي هنلتقي معاكم فيها من الساعة 7 للساعة 9 كل خميس إن شاء الله. حلقتنا الليلة فقرتين. في الفقرة الأولى هنناقش موضوع بيهدد بيوت كتير في مصر، بيهدد الاقتصاد والإنتاج، بيهدد الأمل في التقدم، بيهدد أغلى حاجة عندنا، بيهدد أولادنا، فلذات أكبادنا، بيهدد حتى استقرار البلاد. كلما زاد عدد المصابين بيه كلما قل الاستقرار. موضوع حلقتنا النهاردة حول الإدمان، ولأن للأسف مسببات الإدمان أصبحت كتير قوي، والمتربصين بالشباب في كل الدنيا ما بيتركوش أي فرصة لنشر سمهم القاتل إلا وبيستغلوها. ومش بس كده، كمان بقى في حاجة اسمها مخدرات تخليقية جديدة، المقصود بيها إن التخليقية دي اللي هي صناعية، يعني اللي المجرمين تجار المخدرات قد قرروا ان هم يصنعوا انواع جديدة من المخدرات بخلط مركبات كيماوية مع بعض، وعملوا منها انواع جديدة سموها الاستروكس، فلاكا، الفودو، انواع كتير جدا. ولانها مركبات كيماوية فضررها وتأثيرها على المتعاطي كبير ومدمر بشكل كبير. كمان في بعض انواع النهاردة بدأت تبقى مخدرات زي مهدئات التران، دي بتتباع وما فيش قانون لسه بيحرم بيعها او بيجرمه، لانها الحقيقة بتستخدم للتران. بس للأسف اللي بيخش سكة المخدرات بيبقى رجوعه منها صعب، وبيجي وقت هو مستعد ياخد اي حاجة في الدنيا عشان يقدر يقاوم اعراض احتياجه للمخدرات. احنا بيشرفنا النهاردة النائبة الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وكمان الدكتور عبد الرحمن حماد مؤسس ومدير وحدة علاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية السابقة. هنقعد نتكلم على الأنواع الجديدة للمخدرات، ونشوف إزاي نقدر نلاحظ أولادنا من بدري، لأن الأسبوع اللي فات كنت قاعدة مع مجموعة من الناس وكان المفروض تيجي صديقة لينا تقعد، وفوجئت إن ابنها عنده 17 سنة، هي كانت آخر واحدة في الدنيا تتوقع إن ابنها مدمن، وما قدرتش تيجي عشان ابنها وقع من طوله. فلما راحت كشفت عليه قالوا لها نعمل تحليل إدمان، قالت لا يمكن ابني، لأ ده 17 سنة أنا عارفة ابني، أنا مراقباه. وللأسف طلع الولد مدمن. فإحنا هنحاول نشوف نقدر نعرف إزاي، نقدر نعمل إيه، التشريعات والقوانين اللي محتاجينها علشان نحاول نحقق الأمنية الحقيقية عندنا إن إحنا نقدر نقاوم إرهاب المخدرات اللي بيدهمنا. في الفقرة الثانية هنناقش موضوع الساعة اللي بيشغل العالم كله، الطاقة المتجددة. كلمة الطاقة المتجددة يعني الطاقة التي لا تنضب ولا تنتهي، لأننا عارفين إن الطاقة المستخرجة من البترول بيجي وقت والبترول بيخلص، كذلك الغاز الطبيعي والفحم. أما الطاقة المتجددة فهي المستخرجة من الهواء والشمس، وبتتميز بالتجدد وإن ليس لها مخلفات ضارة بالبيئة ولا بيصدر عنها عوادم ولا دخان، وكمان ممكن يكون مع أسعار الكهرباء ممكن يكون ده حل بديل لينا كويس أوي. ضيفنا الدكتور محمد السبكي خبير ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، هيتكلم معانا النهاردة في استخدامات الطاقة وأنواعها، وعلشان نقدر نعرف حتى ولو على نطاق صغير، على نطاق شقة أو بيت صغير، هل ممكن إحنا نتوسع في استخدام الطاقة المتجددة؟ يعني ممكن
اللي واصلة لبيوتنا، كل ده هنطلع فاصل ونشوف المجلة الثقافية في الفقرة. سمعت عن انواع المخدرات الجديده زي الاستروكس والفودو والفلاكه؟ والله سمعت عن حاجه منهم يعني، بس فقط يعني اللي هي الاولى دي. بسمع انواع غريبه كده بتحولهم لحيوانات، ويعني حاجات عمرنا ما سمعنا عنها. بسبب المشاكل اللي احنا فيها وغلو المعيشه، الناس عاوزه حاجه تخرج عن اللي هي فيه. لو احنا شغلناهم واستغلنا طاقتهم عمرهم ما هيفكروا في الحشيش ولا المخدرات. لازم يتم مواجهه فوريه لكل اللي احنا بقينا نشوفوه من انواع المخدرات المختلفه. الشاب بيطلع ما فيش اسس، ما بيتاسس. العيل يتعلم المسؤوليه ويعرف ان الجنيه ويشغل وقته. بطاله كتير، زادت البطاله، نسبه البطاله لازم نحد منها. الناس مش فاضيه تربي عيالها، وقله ايمان. اخطرهم ومميت وضد المصريين هو الاستروكس. ما هي السوشيال ميديا اثرت عليهم في اللي هو خدوا الوعي بتاع المجتمع الغربي، ان هم خدوا عليه اللي ايه حاجه نعملها بدون تفكير بدون وعي. بتوع المخدرات واقفين ليل ونهار هناك، مش لاقيين حد يجي يشيلهم، بوظوا الشباب. احنا عاوزين الكلام اللي يتقال يتنفذ. بذل دول ما خسروا الشباب ده كله، يجوا يشيلوهم ويشيلوهم، مش تاني يوم يخرجوا، لا يشيلوهم يعاقبوهم عقاب حلو. وعالم الغرب بينقلوا لنا طبعا الحاجات اللي هي هتفسد مجتمعنا. كمان المدرسه والمناهج لازم يكون في جزء شويه بيتكلم عن المخدرات وتاثيرها السلبي. المخدرات الصناعيه الجديده زي الفودو والاستروكس وانواع غيرها كتير، واللي بقت متداوله في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا في مصر. المخدرات دي مش بتهدد حياه الانسان بس بعينه، ولكن بتهدد مستقبل المجتمع ككل. كانت معكم ريم هشام، امنيه مصريه، قناه دريم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه، ومشرفنا في الاستوديو النائبه الدكتوره شاديه ثابت، عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. اهلا يا فندم. اهلا يا استاذه. اهلا بحضرتك البرنامج وساده المشاهدين. مشرفانا يا فندم. والدكتور عبد الرحمن حماد، مؤسس ومدير وحده علاج الادمان السابق بمستشفى الصحه النفسيه وعلاج الادمان بالعباسيه. اهلا بيك يا فندم. حضرتك. اهلا بحضرتك. موضوع المخدرات مش محتاج مني مقدمه كبيره. وانا قبل ما ابدا الحلقه انا لازم اعترف ان انا تفاعلي مع الموضوع ده ممكن يكون اعلى من اي زميل ليا في الاعلام، نتيجه وجودي في وسط الطلبه، نتيجه مهنتي. فانا بشوف شباب بيروح، يمكن الدنيا كمان خلتني اشوف شباب راحت قدامي، والحرب بتاعت المخدرات ما بتنتهيش من الانواع. فاللي خلانا نعمل الحلقه دي، ودي مش اول حلقه مع حضرتك، حياتك شرفتني قبل كده، ان زي ما انا قلت في المقدمه اللي حصل بالظبط كالتالي. احنا كنا في تجمع وكان في سيده فاضله لازم تيجي، فبنسال هي ما جاتش ليه؟ قالوا اصل ابنها وديته النهارده يتعالج من الادمان. ادمان ايه؟ الولد عنده 17 سنه والام متاكده انه لا يمكن يكون مدمن،
كل اللي كان بيحصل له انه كان طبعا حضراتكم يعني اقدر مني في معرفه الاعراض ان كان بيغمى عليه. فمره يقولوا قله غذاء، مره يقولوا تعبان شويه، مره فاكرينه بيذاكر، لغايه ما اصرهم في المستشفى يحللوا له تحليل مخدرات وطلع مدمن. فانفتح الحوار بين الحاضرين واللي اثار حافظتي جدا ان عرفت ان في كمان النهارده اصبح مهدئات الحيوانات زي الثيران دي بتتباع طبيعي، يعني بتتباع ممكن في وزاره الزراعه، انا ما اعرفش فين مكانها، بس اعتقد انها ممكن تكون بتتباع بصوره طبيعيه. بداوا النهارده حضراتكم يستخدموها بديل للبانجو وانواع اخرى من المخدرات. فانا مش هبدا مع حضرتك لان في الاخر حضرتك اللي لازم تشوفي لنا حل. انا هبدا مع الدكتور عبد الرحمن. يا دكتور نعمل ايه في الشباب؟ طيب بمناسبه نعمل ايه، قبل ما نقول نعمل ايه في الشباب، تقرير المخدرات العالمي بتاع 2018 لسه صادر من كام يوم، يعني بيقول ارقام مذهله شويه. بيقول ان عدد الناس اللي خدوا مخدرات السنه اللي فاتت، هو بيرصد مشكله المخدرات حول العالم كله، بلغ تقريبا حوالي 293 مليون، نسبه 5.6% تقريبا في المية. وبيقول ان نسبه الناس اللي هم على نمط ضار من التعاطي اللي هو الادمان سبب لهم مشكله او عندهم اتش اي في او هيباتيتس بي او سي تقريبا حوالي 30 مليون او بالظبط 29.5 مليون. وبيقول تقريبا 10.5 مليون بيحقنوا المخدرات حوالين العالم. الاهم بقى ايه؟ عدد اللي توفوا بسبب تعاطي المخدرات حوالين العالم كان 450 الف، منهم 168 الف بسبب الجرعه الزايده، والباقي ماتوا بسبب مثلا مرض نقص المناعه اللي بيعمله فيروس اتش اي في او هيباتيتس بي او سي. اللي هو الايدز يعني. اللي هو الايدز. عشان الناس ما تعرفش ايه هو ايه علاقه المخدرات بالايدز؟ الحقن يا فندم. يعني احنا لقينا اكتر الحقن استخدام الحقن استخدام الحقن. اولا احنا لقينا اكتر ناس بيصابوا بالاتش اي في او اللي هو الايدز نوعين من الناس، اللي هم بتوع المخدرات، وده طبعا موجود القسم في حمويات العباسيه وحميات امبابه. ايوه. وبتوع اللي هم الهوموسيكسوال، الناس اللي هم شذوذ جنسي، والناس ايضا البروستيتوت، لان ده كله. ويمكن انا كنت عملت قانون اللي هو عقوبه نشر الفسق والفجور بسبب الناس اللي هم جم في كايرو فيس في المول. أيوة. في الحكايه ده. أيوة. وتغليظ قانون الدعاره، لاني قلت في الماده 8 ان فعلا هذا البيوت عامه بتنشر الامراض، سواء بدايه من الامراض المعديه للفينيريال ديزيز، السيفلس والجونوريه اللي هو السيلان والزهري. أيوة. وما الى ذلك، الى البي وسي اللي احنا بندفع فيه مليارات عشان نعالجه، والايدز. فانا بعالج من ناحيه وسايبه البيوت دي مفتوحه من ناحيه بتنشر لي الامراض. انا ايام ما كنت وكيل مستشفى كان يجي امين الشرطه يجي جايب لي خمس ست بنات، بس كل اللي عايز يعرفه قبل ما تدخل الحجز دي بريجننت اور نوت، يعني حامل ولا لا، يعملها بريجننت تيست. لا، انا قلت في القانون ده لابد ان تعملها بي وسي واتش اي في وبريجننس تيست، عشان لو فيها الثلاثه دول تتحط في حجر صحي وتتعالج قبل ما تخرج للناس تنشر هذه الحاجه. حياتك متاكده انها هتخرج هتعيد الكره تاني؟ وبعدين شبابنا بيضيع من ناحيتين، من ناحيه البيوت دي بتنشر لهم العدوى، هم ما عندهمش وعي. ويعني اشكركم في هذا البرنامج اللي بتعملوا وعي وتعملوا حاله ايجابيه للشباب تعرف يعني ايه مدى ضرر على صحتها، سواء من الادمان او من البيوت دي او من الشذوذ. كل ده بيؤدي الى حياه الشاب وانتشار الامراض فيه، وبعد كده مش هينفع في اي حاجه. يعني في النهايه حضرتك قدمت طلب احاطه، طلبين احاطه، قدمت طلب احاطه في عهد الوزير. أيوة. السابق الوزير المحترم مجدي عبد الغفار، اني في مواد مستحدثه، وانا بعت صحفي مخصوص وعرفنا ايه المواد دي. يعني انا عندي في امبابه منتشره جدا. فعندي ماده الاستروكس والفوديكا، دول حاجات جديده استحدثت، قلت لازم اعرف المواد دي بتتكون من ايه. فحضرتك اصل انا جاني ولد بيموت منها، جاني ولد بيموت من هذه الاستروكس. ايه بقى؟ بيبقى عباره عن زي لوكين اللي هو بتاع الاسنان،
اللي هو بيحطوه رشه زي لوكين بيحطوا بردقوش بيحطوا تباشير ده هم حضرتك عاملين خلطه يعني خلطه هي الاستروكس دي بيحطوا رشه سمي فلان وسمي فلان ده عباره عن هيموليسيز يعني حاجه مواد اللي بتعمل هيموليسيز تكسير كرات الدم الحمراء وتعمل سيوله وتموت البني ادم كل الكلام ده بيتحط خلطه ويتسخن وياخدوا الطفل يا مات يا لحقناه قبل ما يموت يا الا بقى يعني عمل له دماغ شويه كده وصحته ضاعت برضك ان ده بياخد سم ايه بجرعات وده كله عشان السعر منتظمة. هل هو ده الغرض منه يا دكتور وحياتك تقدر طبعا تفيدنا بده لان حياتك برضه عندك علاقه كبيره بالشباب المعرضين لمخاطر الادمان هل حضرتك التفكير ده نوع من انواع الانوفيشن او الاختراع والتجديد عشان يقدروا يواكبوا الظروف الاقتصاديه او يقدروا يبقوا بحاجه رخيصه للشباب ولا المفروض ايه؟ انا بحيي حضرتك لاختيار عنوان الحلقه كان المخدرات التقليديه وده اول حد يعمل حلقه عن المخدرات التخليقيه. ايوه لعشرات بل مئات السنين كان المخدرات معروفه مواد محدده. انا بشكر فريق الاعداد انا الحمد لله فريق الاعداد بتاعنا اللي هو الافيون الحشيش الكلام ده اللي هو كان تقليدي دلوقتي بقى المختلقه المخدرات دي معروفه ومعروف اجهزه الرقابه لما بتيجي ترصدها معروفه ومدرجه بالظبط ومدرجه على الجداول وكل الدول مشتركه في محاربه المخدرات ايه اللي حصل من 2009 تحديدا من 2009 بدات تحصل ثوره ايه الثوره دي بدأوا يدوروا المواد دي يعني مثلا لما يزيد محصول الافيون في افغانستان بيسمع في كل دول العالم ليه الافيون ده نبات الخشخاش هو اللي هنطلع منه المورفين هو اللي هنطلع منه الهيروين طب نقص هيعمل ازمه في الهيروين على مستوى العالم أيوة. طيب قال لك خلاص احنا بدل ما نبقى اسرى للموضوع ده وفي نفس الوقت الكميات قليله والطلب متزايد وكمان عشان الطلب المتزايد هنحتاج نخفض الاسعار فاخترعوا مواد شبيهه لهذه المواد وتحدث تأثير مشابه ليها الميزة إيه؟ المواد دي كتيرة لغاية 2017 تم اختراع 739 مادة بدأت في 2009 بمعدل مادة واحدة أسبوعية المشهور عندنا في مصر 3-4 مواد منها تمام؟ طب ليه انتشرت المواد دي؟ رخص أيوة. سعرها رخيص جدا جدا سهولة انتشارها كتير من المواد غير مجرمه وما فيش غير 60 أيوة دوله من دول العالم هي الغير مجرمه وده انا لما شفت هذا الكلام انا عندي رئيس مباحث في امبابه شاطر جدا ونشيط جدا محمد أيوة ربيع أيوة محمد بيه ربيع مع حفظ الالقاب يعني طبعا الراجل ده انا شفت بنفسي كنت مره عنده وجايب عشرات الكيلوات من الستروكس وللاسف دخلوا النيابه وخرجوا قالوا هذه الماده غير مدركه وعشان كده انا طلبت طلب احاطه بادراج هذه الماده في الجدول ولكن جاء مسؤول وزاره الداخليه وقال لك الماده دي مش مدرجه فانا مش هقدر ان انا اجرم هذا وابتدي ان هو حضرتك ايه البروسيجر بتاع ما انا هقول لحضرتك يبقى هو وكيل رئيس المباحث يعمل ويتعب ويقبض على الحاجات ويقبض على الناس ويخرجوا تاني يوم لو هم عارفين ده ان هو مش مجرم لا انا طلبت جديد بقى في الجديد طلب احاطه انا يعني بناشد سياده الوزير محمود توفيق أيوة. ان شاء الله ان مش الاستروكس بس فوديكا ستروكس اي ماده تضبط مع الناس وتحول الى الطب الشرعي وتكتب في القانون كده تحول الى الطب الشرعي اذا كانت بتسبب اي نوع من التخدير للبني ادم او اختلال في عقله او غياب عقله او انها بتؤثر عليه عصبيا دي تعتبر ماده مخدره ويعاقب عليها انا النهارده هحط الاستروكس واحط الفوديكا هيطلع لي 50 صنف تاني وزي ما بيقول الدكتور كذا ماده يعني الافات المادات يا فندم يبقى احنا نقول لصيغه القانون أيوة. ان اي ماده تضبط ترسل الى الطب الشرعي وتحلل وتعرف الماده دي اذا كانت بتخدر ماده مخدره او تدخل في تركيبه ماده مخدره حتى ولو لم تكن مدرجه في الجدول انا بقول لحضرتك ما هو كده بالظبط ويبقى حتى يبقى بدون اسامي اي ماده تضبط يبقى بتؤثر او بتدخل في مواد مخدره او بتاثر على اختلال عقلي او تؤثر لان هي دي بتؤدي الى الجريمه وانتشار الامراض يعني انت معظم الجرائم من ناس متخدره مش دارين يعني توفر الجريمه حضرتك طالبه يكون على تركيب الماده بالظبط وليس على اسمها لا ماليش دعوه باسمها بقى ده تروح للطب الشرعي وتحلل دي ماده مخدره وبتاثر تاثير على الاعصاب او على الدماغ او على الكونشسنس او الالرت
الاويرنس اللي هو بنسميه ايه درجه الوعي. الوعي درجه الوعي, الوعي. على البني ادم يبقى في الحاله دي تعتبر ماده مخدره ويجرم عليها صاحبها. حضراتكم دلوقتي يبقى انا ما يبقاش ضابط مباحث يعمل المجهود ده كله ويعمل ويروح على ما فيش. يا دكتور دلوقتي في شباب عندها معلومات انها ممكن تشتري دوايين, الدوايين لما تاخدهم مع بعض يدولها تأثير مخدر. تمام. المعلومات دي مصدرها ايه؟ حضرتك وأطرات. مصدرها ايه؟ تمام. والتغلب على الكلام ده ازاي من وجهة نظر سيادتك؟ احنا بإذاء ثورة تكنولوجية بتغلب في العالم كله. انت ممكن تصنعي قنبله عن طريق الانترنت طبعاً. ممكن تعملي اي مصيبه عن طريق الانترنت. تحية. تقرير المخدرات العالمي لسه صادر من كام يوم بالظبط, يوم 26/6, بيتكلم على حاجه اسمها الدارك نت, الشبكه السوداء او المظلمه. ده احدث وجه لتهريب المخدرات, بمعنى هو هيستخدم عمله مشفره بيتكوين مش عارفين مصدرها راحت فين جت منين, تمام, وهيجيب المخدرات اللي هو عايزها وهيعمل اللي هو عايزه, وكمان هيفلت من الرقابه, وكمان شكل الديلر القديم اختفى دلوقتي. احنا بإذاء تحدي رهيب جدا دلوقتي. الدارك نت بيتم ممارسه كل الاعمال, اعمال التجاره الرقيق, اعمال البغاء, اعمال أيوه. تجاره الجنس, تجاره المخدرات, وتجاره المخدرات عن طريق الدارك نت. قانون ايه اللي هو الانترنت, الجريمة الالكترونية عملناها في والله مجلس النواب ده عمل حاجات كتيرة جدا, بس الشعب غير مدرك احنا عملنا. والله انا سعيدة لان احنا برنامجنا تناول الجرائم الالكترونية دي على مدى اكتر من 3 حلقات من حوالي 2 3 شهور, لان الموضوع كان كبير جدا. انا بشكر اعلامكم, بشكر هذه الامنيه المصريه, لان هو ده يمكن انا كنت بتكلم لسه امبارح على حاجه مهمه جدا اللي هي ازاي ان احنا نخفض معدل النمو السكاني, وقلت لهم دي تبقى حاجه قوميه في اعلامنا المصري ان فعلا ما يبقى يتناول البرامج كل المشاكل المصريه وازاي حلها, لان الاعلام مؤثر جدا. فحضرتك بتمسي مشاكل حيويه جدا في المجتمع. أشكرك. يعني اللي حضرتك قلتيه قبل كده والبرنامج اللي احنا فيه ده هو ده المفروض الاعلام, هو الاعلام الايجابي الفعال. ربنا يخليك يا دكتور. حضرتك طبعا الدكتوره تعمز دلوقتي, بقى حضرتك ليكي مكانه تشريعيه, حضرتك طبعا دكتوره, بس الدكتور حضرتك اكيد انت عارف ايه ثغرات القانون الاخرى اللي ممكن تطلبها في وجود الدكتوره ان احنا نقدر نقفل الفجوات. يعني حضرتك انا مهما كان المعلومات عندي فهي بتيجي نتيجه حالات فرديه, ممكن عن طريق قراءه, ممكن عن طريق المجتمع, لكن حضرتك عشت ده مع الولاد. ايه اللي شايف الثغرات فين؟ احنا بإزاء مشكله عالميه, توجه اتجاه تحدي عالمي لكل الدول وكل الحكومات. أيوة. وجود وبروز سياسات جديده عالميا ناحيه مشكله المخدرات, الامر حتى اكبر من الحدود الاقليميه, ورغم الجهود الكبيره اللي بتبذل لكن احنا امام تحدي عالمي. التحدي العالمي ده قريب, في دول ممكن تبقى قريبه مننا وهتشرع الماريجوانا او الحشيش وتسمح بيه, فتعالي شوف المصيبه اللي هتبقى حاصله مثلا عندك ساعتها, وانت مثلا البلد اللي جنبك مثلا مقنناها او سامحه بيها او كده. ده تحدي عالمي, دي مشكله عالميه. حتى السياسات اللي كانت مستقره لعشرات السنين, قوانين المكافحه والكلام, اصبح فيها تغيير وفيها مشاكل كتير. انا مع سياده النايبه في الكلام على لو جينا نتكلم, هم عاده لما بيجرموا الماده واملاح, الموضوع ده مش هينتهي. دايما عصابات الاجرام والمافيا مسبقه بخطوه, بمعنى هو في مخدرات تقليديه خلاص كشفناها واجهزه البحث عارف اطار على اي مش عارف ايه. أيوة. خلاص هترصدها. تمام. لا ده هو بيجيب لك حاجه, يعني الفودو نزل ازاي مثلا الاستروكس. اول ما نزل اكياس عشبيه مكتوب عليها غير صالحه للاستخدام الادمي وبتتباع عند العطارين والكلام, لغايه ما الشباب عرفها وانتشرت وخلاص اتفردت والناس ادمنتها. غلي سعرها بقى يا دكتور. غليت بقى لها سعر بقى. هو للحقيقه ما للحقيقه هو عشان زيادة الطلب عليها, له هيفرش السوق وهيرخص سعرها, ما عندهوش أزمة خالص فيها. والدليل على كده إن طلع المنتج المصري, الاستروكس منتج مصري, الفودو منتج عالمي ومعروف إنه عالمي, وكان سعره الكيس مثلا 2 3 جرام ب 300 400 جنيه. الاستروكس لا, ده ممكن الولد يجيب ب 20 جنيه مخدرات دلوقتي. فإذا ما عندوش أزمة حتى في المصروف اللي هيجيب بيه. فأنت أمام تحدي كبير قوي حتى يفوق أحيانا كتير من السلطات. نعم يا دكتور. نعم إيه؟ ده الكلام الأهم. هي سياسة ممنهجة لضرب الشباب بتاعنا, فاحنا الاعلام نفهم ان مدى ضرر هذه المواد المخدره على الشباب,
دي اللي وده احنا زي ما انا بقول ايام النمو السكاني، ايام ما كان في اعلام بيقول مدى ضرر على صحه الام، لان الام أيوه من داخلها وحسنين ومحمدين برافو، كان في انخفاض أيوه في معدل النمو، لان انت بتفهميهم مدى ضرر. لا هو حضرتك مش بس كده يعني أيوه. طبعا هو ده مش موضوعنا، بس انا مضطره ان انا برضو اضيف معلومه، لان حضرتك كانت وسائل منع الحمل موجوده بكثره، وحياتك الفترة الأخيرة نتيجة ظروف كتير لو تم التقليل في استيرادها، لو في إرادة يعني ليها طبعا أكتر من جانب، أو أوجد هذه الإرادة لو في إرادة طبعًا للسيدة لو عايزة طبعا أكيد طبعا، فأنا عايزة أوجد هذه الإرادة بإني أفهمها ضرر هذه العدم مثلا التكرار عليه. حضرتك بنفهم دلوقتي مدى ضرر المواد المخدره على الشاب في أيوة. نقل بعض الامراض القاتله وفي قتله نفسه، واخد بال حضرتك، وفي هيبقى ميت بالحياه، يبقى ما مش هيقدر يشتغل ولا تمام. ايه كمان يا دكتور؟ اتفضل. طيب نعمل ايه؟ ده هو الاهم. ايوه الاتجاه العالمي دلوقتي بعض الدول بدات تخفف القيود على المخدرات، بيقول لك ايه؟ الممنوع مرغوب، سلعه والناس عايزاها خلاص، الممنوع مرغوب. فايه الحل بقى؟ قال لك نعمل بروتكشن للناس، نزود مناعه الناس ناحيه المخدرات. في يعني عاملين مهمين بيتكلموا عليهم بازاء مشكله المخدرات، خفض العرض وخفض الطلب. خفض العرض ان انا احارب المخدرات، اصادرها، احارب الزراعات، احارب الجريمه المنظمه، ده اللي احنا شغالين عليه والدول شغاله عليه من عشرات السنين، واللي اثبت انه مش هيكفي لمواجهه المشكله، مش أيوة. اثبت فشله. خفض الطلب ايه؟ ازاي اخلي الناس ما يروحوش ياخدوا المخدرات؟ أيوة. ازاي ازود مناعه الناس؟ طبعا. ازاي اكسب الناس بروتكشن، فالاولاد دول ينشأوا نشأه كويسه فما ياخدوش مخدرات. عندهم طيب. قدره. في دراستين مهمين جدا هم اللي بيتكلموا عليهم دلوقتي. اول حاجه الكلام ده اسمه كلام الوقايه او البريفنشن. أيوة. ازاي يخلي الناس ما ياخدوش مخدرات؟ بيقولوا ايه؟ ان كل دولار بينفق على المجهودات دي ان الناس ما تاخدش مخدرات هيوفر لي 10 دولار ممكن تتصرف على المخدرات ومواجهه المشكله والمشاكل اللي بتحصل بسببها والكلام ده. طب ايه الحل؟ ما نخليش الناس يروح ياخدوا مخدرات. ده يحصل ازاي؟ الدراستين المهمين اللي بيتكلموا اليوم العالمي لمكافحه المخدرات كان يوم 26 ومكافحه الاتجار بها، بيقول ايه؟ الانصات اولا. الموضوع بعيد خالص، ده الموضوع بيتكلم على حته مهمه قوي في التربيه، الانصات وليس السمع. هو بيتكلم للوالدين انصت لابنك، اتكلم معاه، اسمع له بشكل فعال، شاركه اهتماماته، اعرف بصاحب مين، بيروح فين، اديله وقت من حياتك، انشغل بيه. قالوا الانصات اولا هيساعد في نمو جيد لهؤلاء الاطفال. خلي بالك احنا بنتكلم البروتكشن ده خلاص الكبار خدوا مخدرات، احنا بنتكلم على الاولاد الصغيره. البروتكشن بيتكلم على النشء اللي هم دلوقتي بيتعكوا اكتر في المشكله دي، الحاضر والمستقبل. فمحتاجين الناس دول نتكلم معاهم. الدراسه الثانيه بتتكلم على تحدث لابنائك عن المخدرات. كان زمان يقول ايه؟ ما تتكلمش عن المشكله فالناس تشبط فيها. لا دلوقتي بقول له كلمه. ليه؟ ده هو دلوقتي بذره ضغطه زرار هجيب مخدرات من على النت، ويعرف حتى تتصنع ازاي. أيوة. تتاخد ازاي. تحدث لابنائك عن المخدرات. الدراسه بتقول ايه؟ بنسبه 70% لو الاسره اتكلمت مع اولادها عن المخدرات، الاسره الابن مش هياخد مخدرات. تتكلم ازاي؟ أيوة. انها تصاحبه، ان تفتح لغه حوار معاه، ان ما تعتمدش ان العقاب وسيله للمنع وان العقاب هيمنعه، وما تحطش في حساباتها ان مستحيل ابن ياخد مخدرات. لا. هي اكبر مشكله ان اولياء الامور بيبقوا متخيلين ان مستحيل ابن يعمل كده. ده حقيقي، ده حقيقي، دي مشكله كمان. ده حقيقي. فكره تفاعل الأسرة، وجود الأسرة مع أبنائها، مشاركتهم الاهتمامات، معرفة أصحابهم، إدارة لغة حوار بناءة بينهم، حيقي هؤلاء الأطفال أنهم ياخدوا مخدرات. بنسبة 70% لو في نشأة جيدة وفي تفاعل جيد وبيتكلموا على حاجة اسمها المهارات الوالدية، بمعنى هو وهي واخدين بالهم من أولادهم، بيشاركوهم اهتماماتهم، بيروح معاه التمرين، بيعرف أصحابه، بيعزم أصحابه عنده، بيشاركوا الاهتمامات، بيسافر معاه، بيشوف التغيرات اللي بتطرأ عليه. التغيرات دي ممكن تكون مبكرة قوي قبل كمان مشكلة المخدرات، بمعنى هو شاطر وملتزم في الدراسة وأخلاقيا كويس، بدأ شوية يتغيب عن البيت، بدأ وزنه يقل شوية، بدأ يغير الشلة بتاعته، بدأ تقل الاهتمامات بتاعته، ألحق ده جرس إنذار، احتمال يبقى فيه مشكلة. يا ترى إيه هي المشكلة؟ اللي بيحصل إيه؟ إحنا بنفوق على مصيبة. زي صديقة حضرتك إيه اللي حصل؟ انا عفوا أي فعلا. اللي حصل أي فعلا. بقول لحضرتك احنا بنسال هي ما جاتش ليه، فاختها قالت ده حصل كذا وكذا. نو بادي اميون زي ما حضرتك بتقولي، ما فيش حد معصوم.
يعني ما فيش حد يتخيل ان عيالي انا مربيهم كويس. نبدا من بس فعلا يعني هو بردك الحكايه فيها بردك علاقه دينيه، يعني اللي خايف على اولاده فليتق الله وليقل قولا سديدا. الواحد بردك لما يكون بيتقي الله في كل حد ربنا بيحفظه، بس بردك لا يغني ذلك عن السببين اللي قال عليهم، الانصات ومصاحبه الاولاد. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها بردك في حكايه الاولاد دي، اللي في التقرير كانوا بيقولوا البطاله سبب في المخدرات. لا طبعا انا ضد هذا الكلام. انا كنائبه بقول لك اهو بيجيني عشرات الناس عايزين يشتغلوا. ايوه عشرات الناس وبوديهم لشغل وكلهم بيرفضوا الشغل الخاص، عايزين يشتغلوا في الحكومه، عايز ماما وبابا امر انور وجد ايه هو لا وحياتك وفي الحكومه كمان بيدمنوا. لا وعايزين قاعد مش بيعمل حاجه في الحكومه يشتغلوا. احنا عندنا الجهاز الاداري مكدس، يعني احنا عندنا 7 مليون اللي محتاجينه منهم 2 مليون، يعني عندنا بطاله مقنعه في الجهاز الاداري 5 مليون فاذا احنا افهمهم احنا ما عندناش شغل حكومي، احنا كنواب مش عارفين ده، لان احنا عارفين الحقيقه فين. طب تشتغل وكان هروح اخد 2000 جنيه ما تبقى ما الحكومه 2000 جنيه بس الحكومه تفرق بالنسبه له ايه؟ هو بيروح ما بيشتغلش وقاعد ومرتاح وحاجات ثانيه كتير. فهو ده، لكن احنا بنقول نبدا ونشتغل، ولو بدأ في شغله في الخاص والله بنجيب حاجات لغايه 2000 و2000 ونص وما بيرضوا بيها. انا بقول لك كنائبه بيجوني وابعتهم يشتغلوا ويقول لك ايه هو تصوري بقى الشغل اللي جالي ايه؟ النظافه في هيئه النظافه وماله؟ ما انت مش احسن ما تبقى قاعد في البيت؟ وماله احسن ما تبقى قاعد في البيت؟ وبعدين مين قال كل في ميدانه جندي؟ يعني ما عامل النظافه لو مش موجود مش هتنظف ليك اهميتك. ده كلام سليم جدا. طب دكتور عبد الرحمن، حضرتك في الحلقه اللي فاتت قلت لي ان اهم حاجه ان المدمن انه يتعالج ان يروح برغبته. تمام. واتكلمنا في القصه دي يعني قبل الحلقه او جوه الحلقه او بعد الحلقه. وحضرتك قلت لي ان اهم حاجه لو راح بارادته فده احتمال شفائه ايه؟ اعلى. كبير. تمام. حضرتك بيروحوا بارادته. تمام. وبيتعذبوا لان اكيد في ويتنج اول لا لا هنقول راحوا على حساب اهلهم كمان. كمان لا مش كل الناس معاها. لا انا لا أنا, انا بفترض انه كمان راح لان حياتك الاهل المشكله هي اللي انا عايشاها. طبعا الناس مش كمان قادرين يدفعوا في الخاص. لا ده ولما بيروحوا العام المشكله كمان هنفترض ان هم صندوق الادمان والعباسيه في ويتنج ليست. حياتك اتصرفوا وادفعوا والولد اتعالج ال 15 يوم ولا المده اللي بيحكوا عليها. كويس. وبيطلع الولد حقيقي سعيد انه تعالج. كويس. وبيبدا يتكلم مع والدته ومع عيلته بمنتهى الامل والتفاؤل، وانا اسف للي عملته وانا عايز ابقى كويس وانا وانا وانا. كويس. ما يعديش اسبوع يا دكتورنا. ريلابسز. بالظبط. يرجع تاني. ده من ايه يا دكتور؟ طيب. المفروض متابعه. انا قلت لنجاح العلاج يستحسن ولضمان نجاح العلاج انه يكون في دافعيه او هو راغب في العلاج، لكن هل يشترط ده؟ هل يشترط ان يوافق على العلاج عشان ينجح؟ لا لا يشترط. بمعنى يعني ينفع العلاج ينجح وهو غير موافق على العلاج. خلينا بس الراجل ده موافق على العلاج وراح اتعالج وانتكس، ايه اللي حصل؟ الف ب بنعرفه للمدمن ان بنقول له طبيعه مرض الادمان انه مرض انتكاسي وقابل للانتكاسه. مرض بيسيب المخ، بيأثر على خلايا المخ، بيأثر على التفكير، بيأثر على السلوك، بيأثر على حاجات كتير، فهو مرض بيحصل منه انتكاسه، لكن هل الانتكاسه حاجه لازم احلف عليها لازم تحصل انتكاسه؟ لا، مش لازم تحصل انتكاسه. طب الراجل ده كان محتاج ايه؟ الراجل ده كان محتاج يطول في العلاج، ليه؟ لان كلما طول في العلاج اكتر كلما كانت النتائج اضمن. وبرضه نرجع لظروف الماليه ان حتى لو راحوا على حسابهم. وعلى فكره انا كنت قدمت قانون بعمل هيئه قومية لمكافحة الإدمان في 27 محافظة، يبقى في كل محافظة هيقول لي ما موجود صندوق الإدمان، بس لا يكفي في ويتنج ليست. ما عنديش أهم زي ما قال الدكتور في كلامه إن أنا ممكن لما أصرف دولار يوفر لي 10 دولار. أنا لو أنا حطيت مواقع وخدت كل الناس، لأن الناس بتزهق من الويتنج ليست وإن تروح وتيجي وده حقيقي. أنا بقول لك أنا كفي امبابة بشوف هذه المشاكل الحلقة الحيوية على أرض الواقع. يبقى إذا أنا لو عملت هيئة قومية لمكافحة الإدمان و27 في كل محافظة في هتساعد لي صندوق الإدمان. أنا شخصيا خدت موافقة أيوة من وزير الصحة السابق
على عمل مركز لعلاج الادمان في حميات امبابه، وبعته للدكتوره منن وقالت لي طبعا هبعت لك الناس، واتفقت مع مدير المستشفى وحددنا المكان، ولا حياه لمن تنادي. ورغم ان الدكتوره قابلت الاثنين بقى مع بعض، وزير الصحه الدكتور احمد عماد الله يديله الصحه ووزيره التضامن الحاليه اللي هي غاده والي، وقالت لي انا تحت امرك اعمل لك، انا عايز افتح في المحافظات، وانا لغايه دلوقتي ما تعملش حاجه، انا بقالي 6 شهور بجري ورا هذا الموضوع لاني عندي حالات ادمان في امبابه كتير، ظروفهم الاقتصاديه قليله، العباسيه بالنسبه لهم بعيده، ويتنج ليست كتيره. طب ما انا افتح في مكان في حميات امبابه زي ما انا فاتحه للايدز ما أيوة الكلام ده، وعرفت قال لك لازم مواصفات ولقيت المواصفات، يبقى اقول بقى للدكتوره منن، الدكتوره جايب شاديه جايبه لك الكلام من الوزير والموافقه، بقالي 6 شهور وما ردتش عليا وجهزت لها المكان، لو سمحت تتحركوا شويه ومش هتدفعوا حاجه. ده الوزيره غاده والي، الوزيره غاده والي متفقه معايا هتعمل لي كل حاجه على حسابها. حضرتك احنا محتاجين نتحرك، واي نوت ما تجيبوليش الموافقه، احنا محتاجين نتحرك يا فندم لان ولادنا بتموت. انا مش هقعد اتحرك انا كان ايه بقى اتحرك مليون مره عشان يجيبوا لي ما هو ده بقى موضوع، بقى ده موضوع اخر. اقول لحضرتك انا اهو انا مسكت الدكتور عبد الرحمن هنا ولازم يخلص لي الموضوع ده خلاص، واحنا هنشوف علوم، احنا هنطلع فاصل نشوف دلوقتي دراما عشان تخلي مع براحتكم. لا 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 انا عايزاكم تشوفوا الدراما تعرفوا مدى الخطر والعذاب اللي فيه طبعا ولادنا واهلهم نطلع أكثر. نشوف الدراما ونرجع لحضرتك. لما نحب نقولهم ولما نحب نولع. خدي شدي لك ستر يا سامي، ما انا 100 مره قلت لك انا ما بحبش الحاجات دي وماليش فيها. يوه انا قلت لك قبل كده انا مش هتجوزك غير لما تكوني ماشيه على مزاجي وبراحتك، عايزك تكوني فرفوشه، انا عايزك تكوني فرفوشه وتبسطيني. لما نحب نقولهم ولما نحب نولع بنولع. اتفضل شوف شغل، تعالى وانا هعملك اللي انت عايزه اهو. بص هعملك اللي انت عايزه. يا واطي تضرب من غيري وتقولي معيش؟ سامي 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 سامي، لا سامي فوق، سامي لا مش بعد ده كله تموت يا سامي، لا سامي سامي لا فوق يا سامي، لا يا سامي سامي لا فوق يا سامي، مش بعد ده كله يا سامي، حرام عليك سامي، انا جبت التذاكر بص بص جبتها يا سامي يا سامي، فوق يا سامي، لا سامي لا. يعني حتى لو هو بيضرب وما ماتش هو مات بالحياة برضه. المشهد ده احنا عايشين فيه. ايوه. وكل كام يوم حضرتك ممكن لو دخلنا على الانترنت او قعدنا مع ناس هنعرف ان في واحد واتنين بيروحوا. ايه حضراتكم قلتم جزء من الاعراض اللي الامهات لازم تلاحظها على الاولاد. ايه كمان فايتنا كاهل في مراعاه هذا الوضع مع الاولاد؟ وايه اللي حضرتك بتقول لنا عليه نقدر نعمله لما الولد يتعالج ويخرج عشان ما يرجعش تاني؟ انا عارفه ان اهم حاجه انه ما يتعاملش مع نفس الاصدقاء. بس اللي بيخرجوا دول شباب كبار يعني مهما كان السيطرة عليهم محدودة. نعمل ايه فندم؟ طيب انا المشهد ده صادق جدا يعني، وللحقيقة هو مرادف للحقيقة. التقرير العالمي بيقول ان السبب الاساسي لادمان الفتيات يعزى الى ادمان الشريك.
يعني اغلب الفتيات اللي بتاخد مخدرات بيعزى السبب الاساسي لادمان الشريك. ممكن الشريك ده يبقى زوج، ممكن يبقى صديق، ممكن يبقى اي حاجه، لكن ده السبب الرئيسي. بالمناسبه الصاحب ساحب، مظبوط فعلا الصاحب ساحب، والست اقل فسادا، والست اقل فسادا، يعني هي تبع الى حد ما الى الان، يعني احنا طبعا بنقول الى الان حياتك شكه بكره ولا ايه؟ لا الى الان الست ما زالت، لا طبعًا. الست ما زالت تبع، يعني احنا لسه في مجتمع ذكوري الست بتتاثر بالزوج والاخ والاب والكلام زي ده، احنا لسه ما بقيناش ان الست ليها الاستقلاليه التامه فبتتبعه، حاجة اقصدي انها بتتبعه على امل الاستقرار باسم الحب. ايوه يا دكتور فضل. برضك التقارير الدوليه بتقول ان ثلث عدد المدمنين حوالين العالم من السيدات، في مصر النسبه قريبه، الارقام بتاعه الصندوق بتقول تقريبا قريبه من الثلث 27.5%. تمام، رغم ان الفتاه بتبدا مؤخرا، يعني تبدا تتاخر عن الراجل لما تبتدي في الادمان، لكن تطور مرض الادمان بيكون اسرع بكتير في الفتاه عن الراجل. خلينا نتكلم ليه بقى؟ عشان ضعفها النفسي، عشان عوامل كتيره، عوامل بيولوجيه وعوامل نفسيه والبادي بيلت بتاعها، عشان عوامل كتيره والاكس اكس يعني الست ليها اكس اكس درجه التحمل للحاجات، عشان بتحمل وتولد ونزيف والى اخره، لكن الراجل اكس واي فكروموسوم القوه في اقوى، يعني هي ضعف التحمل في حالات النزيف والولاده لما اهلت له. أيوة. ولكن كروموسومات الراجل واكس واي، فالقوه عنده اقوى، يعني الاي ده مش عندها. ايوه هي ليها قوه. طيب خلينا نكمل حته الانتكاسه بتحصل وبتاع، بلاش نفكر في الانتكاسه قبل ما نفكر في العلاج. حاضر. وجود المدمن في البيت كارثه. لسه ام بتتصل بيا النهارده بتقول لي الحل ايه؟ قلت لها الحل في العلاج، ملوش مكان في البيت، وهو في البيت بيموت 100 مره، أهله بيموتوا 100 مرة، مهدد بالحبس، مهدد يتضرب عليه نار وهو بيجيب مخدرات، مهدد يعمل مصيبة، مهدد إن يحصل له أوفر دوز، يحصل له أي مصيبة. طبعًا. فوجوده في العلاج ده أكبر ضمان. هتقولي لي انتكس، خليه يروح تاني وينتكس، مفيش مشكلة، بس في حل، في حل، يعني هيتعالج، هيتعالج، حتى لو انتكس 100 مرة في أمل في العلاج بإذن الله. بمعنى خلينا نفكر في العلاج أكتر من نفكر في إن هيحصل انتكاس. كل الناس؟ فضل. بتستوعبوا كل الناس؟ لا طبعا، لا طبعا. طيب عايزين توسعات. ودي مسؤوليه الدوله، يعني عفوا يا فندم التضامن قالت مش موجودين، بس ادونا انتوا الموافقه زي ما انا خدتها من الوزير. والله والله يا ست نايب انا اكثر حد اتكلم على نقص الاسره وعانيت من ده معاناه كبيره، وانا بدون القنوات لو ما جبتوليش الموافقه. واحنا تحت امر. فنقص الاسره طبعا انا معاك كارثه. ليه؟ واحده من مبادئ العلاج الاساسيه العالميه توفر العلاج، بمعنى ما ينفعش يجي لي واقول له ما فيش سرير عدى عليا بكره. طبعا ده راجل مدمن وهيرجع من عندي النهارده بعد ما يكشف عندي واقول له ما فيش سرير ياخد واحتمال يموت، فما ينفعش يجي لي ويمشي، ده لازم يتحجز، او اوفر برامج بديله ان انا يكون عندي عيادات، اتوسع في الخدمات. يعني انا اديت مقترحات كثيره، هو ده. عندنا محافظات ما فيهاش ولا سرير واحد لعلاج الادمان، هو ده توسع في كل المحافظات، توسع في الخدمات، في العيادات الخارجيه، في خدمات الوقايه، كل الحاجات دي محتاجين نتوسع فيها عشان نوفر خدمات العلاج. لو الناس تعالجت لا هم يعني بعد كده ممكن نفكر في مشكله وتوفر الانتكاس. مبالغ طائله على الدوله في علاج فيروس سي وايه عند لو تعالجنا هنوفر مبالغ كتيره على الدوله دولة. ونطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معانا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه وما زلنا بنناقش موضوع بيمسنا كلنا، المخدرات. ووصلنا ان احنا قلنا ان لو تعالجنا هنوفر فلوس كتير قوي. يعني يا سيادة النائبة، لو الدولة كبرت البادجت المخصصة لعلاج الادمان ده ممكن يبقى عائد علينا ايجابي جدا بعشرات الاضعاف، بعشرات الاضعاف. يعني انا لو انا وسعت زي ما الدكتور بيقول كل الكلام 550 سرير، طب هيعالج ايه؟ طب ما هيبقى في ويتنج ليست والدنيا والمدمنين هيتدهوروا اكتر، وهيبقى في بروجنوزس اوحش، بروجريس اكتر. طب انا دلوقتي لو انا فعلا زي ما انا قلت في القانون اللي انا قدمته الهيئه القوميه وفي كل المحافظات 27 وعملت مركز لعلاج الادمان بجانب صندوق الادمان بجانب المستشفيات العباسيه والحميه. احنا معانا مداخله معانا الدكتور مختار يونس. اهلا يا دكتور، اهلا وسهلا. الو. ايوه اهلا يا دكتور، اتفضل. اهلا وسهلا. الو. اهلا يا دكتور، اتفضل يا فندم. عايز اقول لحضرتك. ايوه الو يا فندم، انا معاك. اهلا، اتشرفت يا فندم، اتفضل. عايز اقول ان في ايوه الاعلام التربوي غايب، الاعلام التربوي ايوه
في معهد اسمه معهد الاعلام التربوي. ايوه المفروض ان يبقى فيه نعترف بمعهد الاعلام التربوي اللي موجود ده، لما نقول مشروع قطاع خاص، المفروض ان هو يعد فنان بيحس بمشاكل كل السلبيات، السلوك السلبية للأطفال والمراهقين. أيوة للإعلام التربوي السينمائي والمسرحي والموسيقي والغنائي. اه ان حضرتك تقصد ان المركز ده بيقول، يعني حضرتك تقصد ان المركز ده بيقول ايه هو الاعلام السليم في نقل الصوره للمجتمع. حضرتك ممكن تطفي التلفزيون وتسمعني من التليفون لو سمحت؟ المفروض ان هو بيصيغ بيكتب ويعيد كتابه التربيه. حضرتك اطفي التلفزيون يا فندم، واضح ان في مشكله في الاتصال. اتفضل يا دكتور اتفضل. طيب احنا قلنا لو اتعالجنا هنعمل ايه، طب لو ما اتعالجناش هنعمل ايه؟ عدد جرائم اكتر، العلاقه بين الجريمه وبين المخدرات دراسه مشهوره جدا بترصد علاقه بين الجرائم والمخدرات، تزايد جرائم التحرش، جرائم الاغتصاب، جرائم السرقه بالاكراه، جرائم القتل، كلها جرائم لها علاقه بالمخدرات، حوادث الطرق، احنا بيموت مننا عدد كبير بسبب حوادث الطرق، انا كمتخصص ازعم ان كثير من الحوادث دي بسبب تعاطي السواقين للمخدرات. انا كنت طلبت في الجلسه العامه ايوه ان سواء كانوا بنتكلم على التريلات وان احنا نمنع الملحق بتاع التريلا ده اللي هو لوحده المقطوره المقطوره ايوه، فانا قلت لهم مش ده السبب، السبب ان انا لازم اعمل كشف عشوائي ودوري على السواقين بتوع النقل، لان فعلا انا في مره واحد جاء عندي كده فانا مشيت وبديله كراكس فاكره لقيته مش هنا خالص. أيوة. عمال يسقف ويغني وفي دماغ لوحده. فلازم كشف عشوائي ودوري في الكمائن، وغالبا ده بيتعمل دلوقتي، انا كنت طلبت ده دور العقاد اللي فات، بس عايزين التوسع فيه، لان فعلا زي ما بيقول الدكتور ده فعلا بيعمل يعني كميه كبيره من حوادث الطرق اللي فعلا بتاثر بالسلب، غير ان الوفاه ممكن بيحصل لناس تشوهات وحاجات بالنسبه طيب. للحوادث مزمنه. تمام. حضرتك يا دكتور قلت ان الطريقه المتبعه حاليا اللي هي طريقه التوعيه وسن القوانين وما الى ذلك لم تؤتي بالنجاح المرجو منها. التوعيه لا، ده خفض العرض اللي هو ايه؟ احارب المخدرات نفسها وتارجت المخدرات. تمام مش التوعيه. طيب حضرتك شايف ايه اللي ممكن يجيب النتيجه المرجو منها؟ كويس قوي. شايف التوازن بين الاثنين. لا اغلب الجانب الامني واقول ان محاربه المخدرات هتحل المشكله واغفل جانب التوعيه والعلاج، بمعنى هشتغل على الناحيتين، على جانب خفض الطلب هعمل ايه؟ هشتغل على برامج الوقايه، برامج مخصصه للاسره، برامج مخصصه للمجتمع، برامج مخصصه للمدارس، كلها هتتجه لتقويه مناعه هؤلاء الاطفال بحيث لا يتجهوا الى تعاطي المخدرات. أيوة. طيب خلاص فلتوا مني وراحوا خدوا مخدرات، المرحله الجايه اوفر خدمات العلاج، ما ينفعش اقول له ما عنديش سرير. مش هقدر حالات النهارده، لا لازم اوفر له سرير. وثالث مرحله مش بس اعالجه عشان الانتكاسه اللي حضرتك اتكلمت عليها، لازم اعمل له عمليه اعاده ادماج في المجتمع، انه يبدا يدخل المجتمع مره ثانيه ويمارس ادوار. احنا معانا امل ويشتغل. اهلا يا امل. مساء الخير. مساء النور يا امل، اتفضلي. يا ست الكل ارجوكي، انا معايا ولد مواليد 87. ايوه. خل مع ازيك ست الكل؟ مع حضرتك اتفضلي. معاه 6 عيال. ايوه 31 سنه وبايظ ومش قادره عليه. طلع العيال من المدارس، انا بصرف على العيال وباكلهم وبكسيهم، كنت جايبه لهم مدرس في البيت، ضربني وضربهم وخلى العيال يخرجوا يلموا كنز وصفيح وبلاستيك، وانا بعت بيتي وبعت بعيد وببعت مصروف العيال. ماسك اخته دلوقتي مبهدلها، عايز يشرب، وحضرتك اقول على اسمه هتحللوا له لو انا بكذب؟ لا طبعا احنا متاكدين، ده انت ام هتكذبي ازاي؟ طبعا. طب ارجوكي، هو في 60 داهيه بس 6 اطفال معاه، 5 صبيان وبنت. طيب ممكن حضرتك لو تكرمي تشوف 16023. حضرتك لو تكرمي سيبي بياناته في الاعداد لو سمحتي، الاعداد لو تكرموا تاخدوا البيانات. حاضر حاضر. واحنا هنتصل بحضرتك، واحنا فرصه معانا الدكتور عبد الرحمن. هنتصل بصندوق الادمان 16023. وطبعا ده وسيله اخرى، بس احنا هنحاول كبرنامج نأثر الطريقه على حضرتك.
شكرا يا فندم. نكمل لو سمحتي رقم صندوق الادمان تاني كام؟ 16023. وبرده لو تكرموا على الشاشه نكتبوا 16023. وفي سريه تامه كمان. وفي سريه تامه ان شاء الله. طب انا عايز اعلق على الاتصال واعلق على الكلام اللي بقوله. ده شكل من الاشكال اليوميه اللي بنشوفها. تعريف الادمان ان رغبه قهريه لتعاطي الماده المخدره، لا بيشوف ابوه ولا امه ولا اولاده ولا بيشوف اي حاجه، شخص اناني بيمارس تعاطي المخدرات ليل نهار، اصبح التعاطي والمخدرات هو الشغل الشاغل وبيفقد كل الادوار الحياتيه بتاعته، ملوش حل غير العلاج، مفيش حل للمدمن انه يتساب في البيت، لازم يتعالج. ده بالنسبه للتعليق على الكلام. خلينا نكمل باقي كلام. احنا حضرتك هتساعد ابن مدام امل؟ أوكي. مستعد والله، هاخد البيانات ان شاء الله وهطلب أيوة. منها او الاعداد يبلغها تيجي مستشفى العباسيه ان شاء الله، وهسيب رقمي كمان عشان يتصل. ابقى شاكره يا فندم. تمام. طيب النهج ده اسمه نهج متوازن ومتكامل، خفض العرض وخفض الطلب. خفض الطلب ما تخليهمش يروح ياخدوا مخدرات، ازود المناعه بتاعتهم، لو خدوا مخدرات اعالجهم، وبعد ما اعالجهم اعمل لهم عمليه اعاده ادماج في المجتمع، ما اسيبهمش كده وروح واجه. طب هرجع لنفس الظروف، نفس الضغوط، نفس المشاكل، نفس الاصدقاء، نفس الوصمه اللي موصوم بيها من المجتمع، ده مدمن ما تتجوزيهوش، ده مدمن ما تشغلهوش، هيرجع ياخد تاني مخدرات. النهج التاني اللي هو خفض الطلب، اللي هو ان انا حارب المخدرات عن طريق أجهزة المكافحة المتخصصة، عن طريق الجمارك، عن طريق مكافحة الزراعات، مكافحة الجريمة المنظمة، مكافحة غسيل الأموال، بسرعة أستكشف الأنواع الجديدة وحاربها قبل ما تفرش لي السوق والناس تاخدها وبعد كده معرفش ألمها من السوق. زي ما قالت سيادة النائبة، السن قوانين جديدة أعرف أشرع بيها وألحق المشكلة قبل ما المشكلة تبقى كبيرة زي ما حصل مع الترامادول، وبعد كده بسنين بعد ما الشعب كله أو لقينا وباء اسمه الترامادول فكروا إن سنه قانون لتجريم الترامادول وتجريم تعاطي. على فكرة بالمناسبة، في أنا كنت اتفقت مع وكيلة الوزارة إن فعلا نروح المدارس للأطفال الصغيرين ونوعيهم، لأن في ظاهرة خطيرة جدا بيقولوا لهم أنتوا ممكن تاخدوا نص القرص ده اللي هو الترامال أنت في سنة ثالثة عشان تقدر تلاعب حد في سنة خامسة كرة القدم، هتقويك ومش هتخليك تحس بألم من السن الصغير. من السن الصغير. فده نوعي الطلبة، واحنا من منبركم ده بنقول للطلبة دي اوعى تاخد قرص من حد يقولك هقويك ولا عشان تلعب كرة أقوى ولا عشان تلعب حد فأكبر من سنك. ده كله مدخل للإدمان للبراعم بتاعتنا ولشبابنا الصغير. دي مهمة جدا نقول كل الطرق اللي ممكن بيدخلوا بيها على الشباب، وده بردك من الاعلام بتاعكم ان شاء الله ومن هذا الكلام نقول، ودايما نكرر الكلام ده زي ما قال الدكتور. فعلا التوعيه الاعلاميه بتجيب نتيجه، هي كمان مش عايزه اقول اكتر من 90%. ويا دكتور ان يعني كان في فتره سابقه كنا دايما بنشوف ان عطيان الفلوس للاولاد بكثره وبدون حساب وبدون رقابه، ده بيساعد قوي على انهم يكونوا فريسه للمخدرات. المشكله دلوقتي ان طبقات ظروفها الاقتصادية قليلة ومتعثرة وبتروح وبيدمن وبيبتدي يعني. طب انت من يعني يبقى هنا مش موضوع الفلوس، بيستخدموهم في الاتجار، يعني هو بيجر رجله في الادمان اصلا في المنطقة الشعبية دي. وبعد ما يدمن، طب انت ما معكش فلوس، طب تعالى وزع علينا. ده حل ايه التاني يا دكتور؟ الدراسات الحديثة بتقول ان الفقر احد اسباب الادمان، يعني هو فقري ومش معاه وبياخد مخدرات. بمعنى ايه؟ البيزك نيدز بتاعته، الاحتياجات الاساسيه مش متوفره، ما عندوش احساس بالامان، ما عندوش بيت كويس يستره او يقويه. عنده مشكله حتى لما يكون مثلا في منطقه والمنطقه الموازيه ليها من الناحيه الثانيه مثلا منطقه مختلفه عنها، فده بيعمل حقد طبقي، فدي مشكله كبيره جدا. فكره يعني احد لما بيتكلموا على الريسك فاكتورز اللي بتخلي الناس تاخد مخدرات، بيتكلموا على الفقر، بيتكلموا على الغياب الدور الرعايه الوالديه، بيتكلموا على الفايولنس والعنف المجتمعي، بيتكلموا على انتشار ثقافه المخدرات وسهوله الوصول اليها في المجتمع، بيتكلموا كمان عن الدراما اللي بتنشر اعمال البلطجه واعمال المخدرات بحيث يبقى اسلوب مقبول واسلوب مثلا بطوليه. يعني لازم الدراما دي يعني فعلا تواجه. انا مع حضرتك الحقيقه. ان الدراما للاسف الشديد المصريه في السنوات الاخيره نشرت مفاهيم كتير كانت سبب في تثبيتها في عقول المشاهدين، منها المخدرات، منها الخيانة، منها عدم طاعة الوالدين، منها البلطجة. البلطجة يعني منها أنا شايفة الشباب بيتأثر جدا
بالفنان العظيم محمد رمضان، وانا في مره دخلت عليه على فكره مع الستات ما بيعرفوش يكذبوا، وقلت له ارجوك انت راجل مؤثر في الشباب، فانا نفسي تنتقي اعمالك بحيث ان هي تصلح من حال الشباب، ما يبقاش فيها يعني ما يبقاش هو الهيرو وبيعمل كل حاجة بيعمل غلط. حاجه غلط الشباب تقلده في هذا الكلام. انا دخلت عليه فعلا قلت له هذا الكلام، وانا بقول له برضك من هنا هذا الكلام سليم. انت فنان عظيم وفعلا بتؤثر في الشباب، هو فانتقي هو انا مع حضرتك من صالح الوطن بس للشباب. انا مش هقدر اتجاهل ان هو دوره في الاخر هو مؤدي. احنا عندنا لان فعلا احنا عندنا الرقابة. من الاول من اللي كاتب السيناريو برافو. من اللي اختار والانتاج والرقابة على الدراما. لا احنا فين بقى واللي اختار والانتاج واللي عارف ان ده هيتباع واللي بدا يختار الماتيريال بتاعته، وبعدين ده مؤدي، ده شغلته، هي مهنته انه بيؤدي دور. لا فيه لا فيه مسؤوليه، لكن مش بالعكس هو لما يكون وصل لهذه القمه في دلوقتي طبعا دلوقتي طبعا ويختار بقى لان هو مؤسس زي محمد صلاح اهو، ان قد ايه باعلان واحد اثر في ملايين الناس. وممكن يكون في سبب تاني يا دكتوره كمان، البارنتال كنترول. احنا ما عندناش في مصر تحكم عائلي اشراف عائلي نهائي. ده حقيقي حضرتك، ما فيش حد بيتكتب على المسلسل 16 بلس أيوة. ولو عنده ولد عنده 14 سنه ما تقدرش يقوم. لا انا ما بقدرش، لا انا بقدر. الام اوقات ما بتغيرش القناه ايوه لان هي عايز تتفرج تتفرج عليه، واللي جنبها مش فاقده بالها مين. معانا نسمه من القاهره. اهلا يا نسمه. الو، اهلا بيك يا نسمه، اتفضلي. حضرتك دلوقتي الشباب بتموت من في حاجه طالعه ماده جديده اخويا بياخدها. ايه يا ماما؟ يعني اخويا دلوقتي عنده 20 سنه وبرضه عايزها ما بيطلعوش. ده هو ايه؟ في شباب عندنا بتموت بسبب الحاجه دي. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه نسبه؟ ستروكس. ستروكس ستروكس. ما احنا اتكلمنا عليه في بدايه الحلقه. ما ده اللي بنتكلم عليه يا نسبه. حضرتك انا اخويا متدمر. ان شاء الله احنا بنطلب من وزير الداخليه ان يدرجوا في الاستروكس. احنا عاملين الحلقه والله اصلا يا نسمه عشان خاطر موضوع الاستروكس ده والفودكا 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 ما دون والفودو اوكي والحاجات المدرجه اللي وما يستحدث وما يستحدث بقرار من الطب الشرعي يدرج ويعاقب عليه. وبصر لسياده الوزير محمود توفيق، واحنا نعلم عنه كل الخير من الامن الوطني، يدرج هذا الكلام، لان جالنا واحد مساعد في لجنه الصحه ولما كنت مقدمه الكلام قبل كده. طب يا سياده النائبه، حضرتك في دينا مدرج. هو موضوع زي ده محتاج وقت ليه؟ حضرتك اللي ده على طول بقرار اللي في انا معمل القرار. انا إيه اللي مأخرنا؟ يعني ده موضوع بسيط جدا، اي حاجه بتسبب بتشابه المخدرات تدرك في الادمان. مشكلته ايه؟ قرار من الطب الشرعي. ايه مشكلته؟ من الطب ايه مشكلته انه يطلع في 24 ساعه؟ يا فندم انا واثقه ان اللواء محمود توفيق وزير الداخليه لو سمع هذا الكلام او هذه الحلقه او وصلت له ان شاء الله هيدرك هذا الكلام، وانا مقدمه الكلام ده يا سياده الوزير في البرلمان حفاظا على شبابنا، وانا اعلم عن جديتك وسرعه قراراتك. معانا محمود من الجيزه. اهلا يا محمود، اتفضل. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. والله عايز اقول لحضرتك ان في حاجات كتير في حاجات كتير قوي ظهرت كتير جديده. ايوه اهلا بحضرتك. في حاجات كتير ظهرت كتير جديده عن نواصي اهي عندنا هنا في نواصي اللي اسمه بيتو ومش عارف وستروكس. أيوة. وحاجات دي كلها مرميه على النواصي واقفين وكلهم عمالين يبيعوا والشباب كلها متدمره. ده حقيقي يعني الشباب كلها بقت تتدمر. ده الشرطه بتمسكهم الستروكس ده والبيت وبتمسك الحاجات اللي فيهم بس بيخرجوا تاني الحشيش واوسخ من اي حاجه. وهو حضرتك الحلقه دي علشان نوصل لحل مع السيد وزير الداخليه والله والشرطه وزير الصحه والله ان احنا نشوف حل. الشرطه بتمسكهم وبيخرجوا تاني لانها لم مدرجه. انا بقول ضروره ادراجها وسرعه يعني ادراجها في الجدول وما شابه ذلك وما استجد. الداخلية لازم يكون لها حل في الموضوع ده. طبعا طبعا يا فندم. يعني لازم يكون فيها حل. ده كلام سليم، واحنا مع حضرتك بنناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكمان بنناشد السيد الوزير وزير الصحة ان احنا لازم نشوف حل. وزيرة الصحة لازم نشوف حل في هذا الموضوع. احنا البرلمان عملت. لا البرلمان أنا عملت. حضرتك يعني مرتين وعملت. مفيش عملت يا فندم. طالما القانون ما طلعش
فما عملتش يا فندم. ما انا كل شويه بجدده، انا بجدده. لا انا 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 بص حضرتك، طالما انا كمواطن أنا لغايه ما اخد القانون سليم كده، انا نفسي طويل وده املنا في حضرتك. بس لجد تاني انصاف معانا. انصاف اهلا يا انصاف، اتفضلي اتفضلي. اهلا بيك يا فندم. سامعه ان الحوار اللي داير بينكم ان انتوا بتعلقوا السماعه بتاعتكم، وان انتوا بتقولوا ان المناطق الشعبيه بس هي اللي بتتناول. لا يا فندم، ده في كل حته، ده في انضف الاماكن كمان وفي اعلى الاماكن اجتماعيا موجود. جدا جدا بيتم فيها المخدرات دي تبقى علنيه. المشكله في ايه حضرتك؟ لما بيكون انسان واصل وانسان ليه معارف ما بيتمش القبض عليه، بيتلاشوه ولا يحاكم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في بعض المواد اللي هي بتباع في الصيدليات بدون روشتات بدون اي حاجه، ومفيش رقابه على الصيدليات اطلاقا، مع ان انا بلغت قبل كده على صيدليه معينه وقلت ان الصيدليه دي بتبيع مخدر لدرجه ان الشباب بيقفوا عليها بالسجود ولم يتخذ ضدها اي اجراء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما نيجي ندور على الستروكس، الستروكس ده هو خرج منين؟ من وزاره الزراعه. خرج منين؟ الناس موجوده في وزاره الزراعه. فليه ما بنحاكمش اللي هو تسبب في نشر المخدر دوت؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ومعايا متهم. هو ما انتشرش في مصر لوحدها، بس هي الفكره كلها زي ما احنا بنحاول نوصل يا استاذه انصاف، ان يبقى مدرج اي دواء مخدر يدرج. حياتك الاستروكس ده لما بيتم القبض على المتداولين في بيعه وتجار المخدرات ويلاقوا استروكس مش مدرج، يعني بيفرجوا عنهم، بتسابوا. اي هي المشكله ان القانون بتاعنا فيه مشكله كبيره. من الشرطه بقى، حتى لو في جهد من الشرطه، لا في، بس هم بيتسابوا. بس بيتسابوا. والله انا رحت اشكرك يا استاذه. صناديق جايبها رئيس المباحث. طيب بتساب. احنا ما قلناش خالص ان المخدرات يعني في المناطق الفقيره خالص. طبعا. احنا بنقول احدى عوامل الخطوره انتشارها، لكن الحقيقه المخدرات موجوده في الطبقات الغنيه زي ما موجوده في الطبقات. حضرتك قلت ان الفقر من احد اسباب الفاكتورز او العوامل الخطوره، لكن هي موجوده في كل البيئات وكل المجتمعات وكل. بس انا عايز اقول حاجه. اتفضل. يعني الفقر يعني ايه سبب؟ يعني هو لما هياخد هيغيب، ده بيموت بالحياه. ايه هيغيب عن المشكله ازاي؟ ممكن ترد على دكتور الشباب ده؟ انت بت 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 بتغيب المشكله عنك وقتين. ده انت خلينا نسمع الدكتور وجهه نظره ايه. بيموت بالحياه. بالظبط. ليه الفقر عامل خطوره بيخلي الناس تاخد مخدرات بجانب الاغنياء برضه؟ بجانب الاغنياء. يعني احنا لا نلغي طبعا الفقر، فبيخلي كتير من الناس، اولا هو محبط، مش شايف اي امل في المستقبل، مش شايف اي حاجه، مضطر ياخد مخدرات عشان يغيب وعيه، عشان متصور لما هياخد مخدرات هيحل المشكله بتاعته، هينسى المشكله اللي مش شايف فيها امل في الحل. نفهمه ان ده بيدخل في مشكله اكبر. معانا منى من القليوبيه. اهلا يا منى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا منى. انا جوزي كان مدمن. ايوه. وكان بيبيع وربنا كرمه وبطل الحمد لله. بس في دلوقتي حته ان مفيش شغل، وانا المفروض ان انا اتعامل معاه ازاي؟ اصدقه ولا اكذبه ولا ايه؟ انا عايزه بس شرح باستفاضه كده عشان انا مش عارفه اتعامل معاه. حاضر يا فندم. دكتور اتفضل. طالما هو تعالج وبطل، خلينا نتاكد ان هو تعالج وبطل. محدش بيبطل المخدرات مع نفسه. ازاي؟ تعال للدكتور عبد الرحمن مستشفى العباسيه عشان نعمل التحاليل بتاعتنا ونقعد الجلسات بتاعتنا، واحنا بنعالجه، احنا مش بنبطله المخدرات بس، ده احنا بنشوف ازاي في خطه العلاج بتاعتنا ازاي يرجع الشخص ده منتج تاني، ياخد باله من مراته، ياخد باله من اولاده، ياخد باله من اسرته، ازاي يرجع شغله تاني. يعني حضرتك قصدك ان هي تتاكد من المعلومه اللي بيقولها لها. نعم. ان هو ممكن يعني يكون ما بطلش. احتمال. احتمال بالذات لو حد كان بيبيع مخدرات وبياخد. هو بيقول لها انا مش لاقي شغل. لا، قول له خلينا نتابع الاول ونحل المشكله، لان المشكله دي كفيله بهدم حياته. لو بياخد مخدرات او بيبيع مخدرات، لا هيشتغل ولا هياخد باله من مراته ولا هياخد باله من اسرته. وهيرجع تاني. وهيرجع تاني. نحل المشكله دي الاول وبعد كده نشوف الشغل بتاعه وحياته. طب انا بقترح حاجه، ليه انتم ما تخلوش عندكم بعد ما الواحد يتعالج، يعني حتى لو جزء من نفسي او العلاج الاجتماعي، تشوفوا هيروح فين، هيشتغل فين، ممكن توفروا له شغل خاص، وما اكثر الشغل الخاص اللي عايز الناس، ونحاول نساعده ان يبقى منتج فعلا. يعني من المستشفى نفسها نخرجه على شغل. بس خرج لنا القوانين
يا فندم واحنا معاكي انا معاكي واحنا والله حياتك برضو معلش اكتر واحده سامحيني ان انا بقول طول ما القانون ما طلعش انا مواطن مصري والله. انا مواطنه مصريه طول ما القانون ما طلعش احنا مالناش حاجه كل دور انعقاد. معانا عزه من القليوبيه. اهلا يا عزه اتفضلي. الو اتصلي بينا تاني يا عزه. فاحنا انت حفزتيني ان انا اروح اتخانق. ايوه ما ينفعش حضرتك العزه بالخواتيم يا فندم لازم القصه تتخانق. والله انا دايما بقولك انت عندك حق عندك حق في ذكاء بس والله انا بسعى يعني حتى أكيد. قانون محو الاميه عماله اسعى وجددته مرتين الحافز الخدم المحو الاميه واحنا حاجات مهمه واحنا جدا واحنا املنا في النواب اللي زي حضرتك اللي مصرين يوصلوا للاخر. هي مش طلبات واجب علينا ما هوش هي مش تفضل على فكره مش تفضل مننا ده واجب حقيقي. اتفضلي يا دكتور. هدف العلاج مش ان هو يبطل مخدرات، هدف العلاج ازاي يرجعه شخص منتج تاني بالزبط. ازاي يرجع يمارس الادوار اللي مطلوبه منه واتخلق ليها ان ياخد باله من اسرته ومن اولاده ان يكون شخص منتج شخص فعال في المجتمع ان يكف عن الجرائم اللي بيعملها ده هدف العلاج. بمناسبه الدور ده يعني خليني اشيد بدور وزاره التضامن في الحته دي. وزاره التضامن بيشتغلوا على الحته. انا مش دوري في المستشفيات ادور له على شغل، لو انا هدور له على شغل مش هعرف اعالجه ما عنديش الوقت ولا الريسورسز. انا دوري اعالجه واعمل له خطه علاج ولوزاره التضامن بالظبط كده وبعد كده يبقى احنا دلوقتي عشان يعني تناغم بين الوزارات عشان احنا في نهاية بالزبط. حلقتنا فطبعا انا كنت اتمنى ان الوقت يكون اطول من كده كمان لكن بس احنا هنعمل حلقات تانية لان انا ورا حضرتك لغاية ما القانون يطلع علشان هو احنا مقدرين مجهودك وانا سعيدة بس بالنسبة لنا القانون لازم يعني يطلع انا سعيدة والله فانا سيادة النائبة يعني محفزة جدا الله يخلي والله. حضرتك يا فندم الله يخليك سيادة النائبة المحترمة الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب شرفتينا يا فندم. أشكرك. دكتور عبد الرحمن حماد مؤسس ومدير وحدة علاج الإدمان السابق بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعباسية اهلا وسهلا بحضرتك. نطلع فاصل ابقوا معنا وحديث عن الطاقة المتجددة مع الدكتور محمد السكي ابقوا معنا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومشرفنا في الاستوديو الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا والمدير التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. الكهرباء يا دكتور أتكلم على الكهرباء وإن احنا عمالين نقول الكهرباء أسعارها زادت وهنعمل إيه فلقينا إن ممكن يكون في حل تاني أحلمنا فيه اسمه الطاقة الجديدة والمتجددة. مبدئيا أنا طالبة من حياتك تشرح لنا يعني إيه طاقة جديدة وإيه الفرق بينها بين الجديدة والمتجددة وبعدين نكمل. تمام. هو مصطلح الطاقة الجديدة والمتجددة مصطلح بقاله سنوات كثيرة يمكن أكثر من 40 سنة حاليا في مصطلح جديد ابتدى يتداول عالميا وهو ما يسمى الطاقة البديلة. البديلة. الطاقة البديلة. الطاقة البديلة بتشمل الطاقات المتجددة من المصادر اللي متعرف عليها أنها مصادر متجددة كالمياه والرياح والشمس بالإضافة ودولة الثلاث مصادر اللي حصل لهم نمو بشكل تجاري يعني قادرين على أن احنا ننتج كهرباء منهم أو طاقة بصفة عامة منهم بشكل ينافس المصادر التقليدية. وهناك طاقات متجددة أخرى لازالت في دور النمو وإنها لسه ما وصلتش للشكل التجاري زي طاقة باطن الأرض، الطاقة من المخلفات أيوة. وغيرها من بعض أنواع الطاقة المتجددة الأخرى. ده بصفة عامة ويمكن زي ما حضرتك أشرتي في مقدمة البرنامج أن الطاقة المتجددة هي طاقة غير ناضبة لا تنتهي لا تنتهي وده فعلا يجب أن احنا نلجأ لها ونعتمد عليها. هل ممكن يا دكتور نبدأ بالاعتماد عليها ولو جزئيا كبديل الكهرباء؟ أنا أشكر حضرتك أنك حضرتك ذكرتي هذا لأن هي طاقة متجددة حاليا عشان تكون بشكل تجاري وشكل مفيد للمستخدم النهائي يجب انها تعمل جنبا الى جنب مع الطاقات التقليدية. طب ليه هو السخان الشمسي مثلا معلش حضرتك اسمح لي انا هتكلم ببساطة اكتر عشان مشاهدين السخان الشمسي
اللي ساكنين في التجمع الخامس، اللي ساكنين في السادس من اكتوبر، الاماكن اللي هي نقدر نقول مناخ الصحراوي غالب عليها، هل وجود سخان شمسي ده مش ممكن يكون من دلوقتي بديل للكهرباء؟ السخان الشمسي ده هو بديل امثل لتسخين المياه. آه. وكويس ان حضرتك ذكرتي هذا، لان هو ده مش طاقه كهربيه، ده طاقه حراريه مباشره. يعني السخان الشمسي في ابسط صوره ان هو خزان بتتسخن جواه المياه حتى في المواسير. لكن بتكون المشكله في الشتاء طبعا. المشكله في الشتاء ده صحيح، وبالتالي السخانات الشمسيه الحديثه أيوة. بيبقى فيها مكون كهربي، هذا المكون الكهربي بيعمل عندما لا تتوفر الشمس. هل حضرتك اسعار السخانات الشمسيه في متناول المواطن، هنقول يعني العادي؟ السخانات الشمسيه طبعا اغلى من السخانات الكهربيه واغلى من سخانات الغاز، انما زي ما بقول لحضرتك في صور لها مبسطه جدا، وفي حتى مجموعه من الشباب في بعض القرى المصريه بنوا سخانات ليست بالكفاءه الحراريه العاليه، بس هي بس بتدفي الميه، بتدفي الميه وبتسخن الميه، بتسخن الميه. آه. وفي الفترات الاخرى بنستخدم يا سخان الغازي يا سخان. يعني كلام حضرتك معناه ان احنا ما نقدرش نعتمد في الوقت الحالي 100% على الطاقه البديله. الطاقه المتجدده، الطاقه المتجدده في صورها المختلفه زي ما قلت لحضرتك، مثلا طاقه المياه. أيوة. نقدر نعتمد عليها بشكل مستمر، لأن الطاقة دي ناتجة من تدفقات مائية من مرتفعات إلى منخفضات، زي ما بيحصل في السد العالي أو في بلاد أخرى زي الدنمارك مثلا ولا حاجة، معظم الطاقة الكهربية بتاعتهم جاية من طاقة المياه. فدي أحد أنواع الطاقة المتجددة المستدامة اللي هي مستمرة. إنما لو جينا لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، أحد خصائصهم إن هم بيتواجدوا لما تتواجد الشمس أو الرياح، فهي طاقة متقطعة. هناك تكنولوجيات حاليا لتخزين الطاقة الشمسية بالذات، إنما لازال التكلفة بتاعتها عالية. وموجودة في بعض البلاد وفي بعض المناطق، إنما هذه التكلفة ما بتخليهاش. طب ليه التكلفة عالية يا دكتور؟ كمكونات بالظبط كده. احنا ما عندناش تصنيع محلي، ده مهم جدا. احنا بنلجأ إلى يعني لاجئين إلى هذا حاليا. أنا معلوماتي وحضرتك صحح لي لو أنا غلطانة، إن كان في تصنيع محلي للسخانات الشمسية. التصنيع المحلي للسخانات الشمسية ده كان موجود فعلا. أيوة. وإن كان يعني كان قاصر بعض الشيء. آه. في عمليات التأفيل الكفاءة الحرارية بتاعتها، أيضا ما كانش برضو في عمليات التركيبات بتاعته وعمليات الصيانة ما كانتش بتتم بطريقة صحيحة، وده أدى إلى أن الناس تأخذ فكرة سلبية عن السخانات الشمسية. ويمكن ده برضو اللي خلى أن احنا نحس أن السعر مرتفع، لأن ابتدينا نستورد مكونات هذه السخانات. آه. بدل ما نصنعها محليا. فأعتقد أن احنا يجب، وفي محاولات كثيرة من اتحاد الصناعات المصرية، مركز تحديث الصناعة، للدفع بالمصنعين لعمل حاجة بهذا الشكل. لو جينا برضو للتصنيع المحلي بقى لمكونات المحطات الشمسية التي تستخدم لإنتاج الكهرباء، ففي اتفاقيات مبدئية دلوقتي للشراكة مع بعض الشركاء المستثمرين اللي بيشتغلوا في هذا المجال، في مجال تصنيع مثلا الخلايا الشمسية أو المركزات الشمسية، إن يتم تصنيع هذه المكونات في مصر، وبالتالي التكلفة بتاعتها هتبقى أقل من استيرادها. ويمكن في تجربة رائدة. أيوة. قامت بها أكاديمية البحث العلمي. أيوة. خلال 10 سنوات الماضية مولت
مشروع تجريبي لتصنيع المركزات الشمسية اللي هي المرايا اللي بتعكس الشمس. أيوة. وتسخن بيها سائل، إذا كان سائل ده مياه أو زيت، عشان تنتج كهرباء. أيوة. وتمت هذه التجربة بنجاح. أيوة. تمت مع جامعة القاهرة، اشترك فيها أكثر من 30 باحث فيها. أيوة. وهذه التجربة يبقى أن تتحول إلى الشكل التجاري أو التصنيع بقى إلى واقع. إلى واقع. فده بيثبت أن احنا ممكن نصنع هذه المكونات بكل أجهزة التحكم فيها في الجزء بتاع ما يسمى المجمع الشمسي. أيوة. حتى الآن تحتكره عدد قليل جدا من الشركات، أظن شركتين على مستوى العالم، إنما ما يمنعش أن احنا نستورد هذا الجزء في المرحلة الحالية. دكتور خليني كده راجع التايتل بتاع حضرتك. أيوة. حضرتك المدير التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ده من 16-17 سنة. يعني ايه بقى يا فندم حماية المستهلك بالنسبة لقصة الكهرباء دي؟ أيوة. هو انشئ هذا الجهاز عندما ابتدينا نقول ان في مصر احنا يعني المواطن المصري تعبان من قله حمايه المستهلك. ما هو فانا يعني جمله ده حمايه المستهلك دي استوقفتني، لان احنا كمستهلكين نفسنا حد يحمينا. ايوه. تعملوا ايه بقى يا فندم؟ اولا يعني هذا الجهاز انشئ من في عام 2001، وكان الغرض منه ان ابتدى ان القانون في مصر سمح بدخول القطاع الخاص للمنافسة مع القطاع المملوك للدولة لتوفير الخدمة الكهربائية إنتاجا وتوزيعا. هل بالفعل في شركات خاصة في الوقت شركات الحالي؟ في شركات قطاع خاص حاليا، وإن عددها ليس بالقليل. أيوة. يعني بيزيد عن ما بين 25 و30 شركة. يعني ممكن نقدر ناخد منها كهرباء أرخص من الحكومة؟ لحد دلوقتي. أيوة. لحد ده ممكن إذا تم الاتفاق على هذا. يعني لسه الشركات دي ما تعملهاش لونشنج. لا تعمل لها لونشنج، وبعضها شغال بقاله يمكن أكتر من 14 سنة، إنما على نطاق صغير. يعني كمية المساهمة بتاعتهم في خليط الطاقة الكهربية في مصر محدود جدا، لأنها مشاريع برضو بالمقارنة بالمشاريع اللي بتقوم بيها الدولة حجمها صغير جدا جدا، وإن كان زي ما بقول لسيادتك عددهم كبير. طب حضرتك يعني بتنتظر، يعني حضرتك بتحكي عن الشركات دي، وأنا أعتقد إن كتير جدا من مشاهديني لا يعلموا بوجود شركات بديلة. أيوة. للكهرباء. حضرتك بعضها بيمارس عمله داخل القاهرة. طيب أنا دلوقتي هنقف عند بعضها داخل وخارج القاهرة، ونطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومشرفنا الدكتور محمد السبكي والطاقة البديلة. هستخدم بقى التعبير الجديد، لا جديدة ولا متجددة بقى. حيث كنا بنتكلم في الفاصل عن أسعار الكهرباء. حضرتك بتقول إن مازال الدعم قائم للأقل من 1000 كيلوات في المنازل بالذات. في المنازل إنما الدعم قائم بالكامل لهم. الدعم هناك دعم، هذا الدعم متدرج من أصغر شريحة 18%، يعني الشخص أو الأسرة بتدفع فقط 18% من التكلفة، بتصل إلى 82% من التكلفة لو استخدامه الشهري 1000 كيلوات ساعة. يعني لغايه 1000 كيلو وات في الساعه هو الدوله دعماه ودعماه كميه كبيره بنسبه يعني كبيره، يعني بنسبه كبيره 80% هو بيدفع 82%، يبقى دعماه ب 18% 18% بالظبط يا فندم. كويس. وحضرتك كمان اشرت ان المصانع دلوقتي اصبحت بتدفع السعر الحقيقي. التكلفه الحقيقيه اخذا في الاعتبار ان احنا بنشتري في قطاع الكهرباء الوقود ب 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، يعني وحدة القياس اللي بيتم الشراء الوقود بها. فهذا السعر جزئيا يعني الدولة بتتكلف فيه أكتر، فهو دعم من الدولة لقطاع الكهرباء بصفة عامة. يعني ما زالت الدولة حتى مع ارتفاع أسعار الكهرباء ما زالت بتدعم. تمام. الكهرباء فواتير الكهرباء. انما الدوله اعلنت برضو في 2014. أيوة. ان احنا
نخرج بره هذا الدعم بشكل تدريجي على أيوة. مدى 5 سنوات حسن. وبعدين لما حصل تغير سعر الصرف من تقريبا 2 أو 1.5 سنة بدأ فعلا نخرج فالفترة التدريجية للخروج من الدعم فضلنا سنة واحدة فيها 3 سنين بقى يعني 3 سنين لسه 3 سنين عشان نخرج نهائيا من دعم الكهرباء بس هناك برضو في حاجة إن التكلفة المنتج اللي هو الكهرباء ده جزء وتسعيره ده جزء تاني بيتم تسعيره في مصر بالذات للقطاع المنزلي والقطاع التجاري بشكل تصاعدي يعني ايه بشكل تصاعدي يعني حضرتك كلما زاد استخدامك للكهرباء كلما زاد متوسط السعر اللي حضرتك بتدفعيه في مداخلة معانا اتفضلي المهندس مجدي اهلا وسهلا يا فندم مدير شركة طاقة شمسية اهلا وسهلا يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا فندم معاكي مهندس مجدي صاحب شركة ابتكار لتصنيع الخلايا الشمسية اهلا وسهلا اهلا بيكي طبعا انا برحب بالدكتور السبكي اهلا بيكي يا فندم اهلا بيكي يا فندم الحقيقة هو عالم من اعلام الطاقة الشمسية ايوه بالاضافة ان هو كان ماسك طبعا رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مظبوط وتشرفت بمقابلته شخصيا ايوه وبدأنا نتناقش في موضوع الطاقة الشمسية وازاي ننشر المصانع لتصنيع الخلايا الشمسية في مصر ايوه ايوه كان عندنا مشكلة كبيرة الحقيقة في الترخيصات والحمد لله خلصنا من الترخيصات طب المشكلة فين دلوقتي؟ اكيد في مشكلة طالما حضرتك بتتصل تمام المشكلة النهاردة في تقييم 8 كيلو الكيلو وات الخارج من الطاقة الشمسية اللي يباع للدولة أيوة عشان تحفز الشعب انه ينتج كهرباء ويبيعها للدولة أيوة الحقيقة لغاية النهاردة ما عندناش سعر رسمي من الدولة بتكلفة الكيلو وات من المازوت او الغاز او الحاجات دي بكام بالظبط عشان نقدر ندخل بالطاقة الشمسية المفروض تكون هي اغلى من اغلى شريحة موجودة بالطاقة العادية تمام يا باشمهندس حضرتك تحب ترد عليه؟ اتفضل هيرد على حياتك الدكتور محمد السوكي شكرا يا فندم شكرا يا باشمهندس مجدي اتفضل يا فندم شكرا جزيلا يا باشمهندس مجدي هو حضرتك طبعا تغير اسعار بيع الطاقه الكهربائيه اللي بيتغير دلوقتي كل سنه في اول شهر يوليو من كل عام ده وطبعا هو في صعود مستمر هيبقى محفز اكتر ان المستخدم النهائي يروح للطاقه الشمسيه يمكن جربنا في مصر ما يسمى تطبيق ما يسمى تعرفة التغذية الكهربائية للمشاريع صغيرة الحجم والمشاريع كبيرة الحجم يمكن الباشمهندس مجدي كلام موجه أكتر للمشاريع صغيرة الحجم اللي هي الجدوى المالية بتاعتها لازالت منخفضة أيوة. والدولة يمكن لما طبقت تعرفة التغذية الكهربائية أو آلية التغذية الكهربائية الدولة بتقول فيها إن شركات الكهرباء المملوكة للدولة هتشتري الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بسعر ثابت لمدة 20 سنة أو 25 سنة أيوة. فده بيضمن عائد ثابت لمستخدم الطاقة اللي بينتج كهرباء من الطاقات أيوة. المتجددة إنما زي ما بقول الجدوى المالية لها مش عالية قوي وخصوصا بعد تغير سعر الصرف فبقت سعر المكونات لشركة زي الباشمهندس مجدي هنا إنها بقى سعر المكون بقى غالي طب الحل إيه دكتور؟ هناك آلية تعرفة التغذية الكهربائية دي انتهت أيوة. في أكتوبر 2016 ده بالقانون يعني خلاص في مشاريع طبقت من خلالها وفعلا اللي طبقوها أخدوا يعني باعوا الكهرباء لشركات الكهرباء بالفعل. واخدوا فلوس زي بقول لحضرتك انما الجدوى الماليه لها مش مرتفعه انما هناك جدوى بيئيه وسيتم النظر فيها
ما هو حضرتك بقى هناك آلية أخرى ما يسمى آلية صافي الطاقة. يعني النهاردة لو أنا مركب في المنزل اللي أنا فيه أو في المحل التجاري أو النشاط اللي أنا فيه مركب خلايا فوتوفولتية اللي هي الخلايا الشمسية واللي بنسميها الألواح الشمسية، الدولة قالت أنا هاخد منك هذه الكهرباء وهنقصها من استخدامك الشهري للكهرباء. فلو أنا باخد فوق الألف كيلو وات ساعة وطبقا للتعريفة الجديدة يبقى أنا بتحاسب على فكرة أنا جايب لسيادتك الأسعار الجديدة فأنا يبقى باخد الكيلو وات ساعة بتاعي ب 145 قرش. ده لو عديت الألف كيلو وات الأولانيين لو عديت الألف كيلو كيلو الأولى فدولت عددهم برضو لا يتجاوز 400 ألف مشترك في مصر. يعني دول الدعم هم اللي هم يعني اوريدي بيتمتعوا بالدعم. لا ده اللي بيدفعوا التكلفه الحقيقيه اللي هم فوق ال 1000 كيلو وات ساعه. فده مجرد ما يضخ في الشبكه 1 كيلو وات ساعه هياخذ في المقابل بتاعه 145 قرش كويس للكيلو وات ساعه. الباقيين بقى حد سيادتك يعني لو اذنتي لي اكمل المثال الرقمي ده. فلو هو مثلا مركب 1 كيلو وات واحد كيلو وات، واحد كيلو وات يعني ألف وات، ده بنقول يعني بعض اللمبات أو أجهزة مش كبيرة أوي بسيطة ده ينتج في السنة ما يتراوح ما بين 1500 ل 1800 كيلو وات ساعة سنويا. يعني في الشهر تقريبا بينتج او بيدخل للشبكه في حدود ال 165 كيلو وات ساعه. كويس يبقى ال 150 كيلو وات ساعه دولت هيبيعهم للدوله بما يقرب من 220 جنيه تقريبا. كويس يبقى هيجي له هو مش هيجي له بقى هذا الدخل انما ده ينخفض يعني يخفض من الفاتوره الشهري بتاعته يبقى كانه التخفيض ده كانه دخل ليه. تصوري بقى سيادتك لو هو يدوبك كان فوق الألف حياتك علشان وقتنا بس قولها لنا بسرعه عشان هذا لسه معانا طبعا الناس دلوقتي مهتميه بالاسعار بقى. الدعم ده الوفر اللي هيجي له مش ال 220 جنيه اللي انا قلت عليهم هيجي له بالاضافه الى كده ان هو هينتقل الى شريحه اقل. أيوة. هيوفر بالاضافه الى هذا ما يقرب من ال 550 جنيه اضافيه تاني شهري. كويس فهذا الوفر هيؤدي ان التطبيق ده يخلي المشروع ذو جدوى مالية. أيوة. لهذا المشترك وبالتالي الشركات اللي بتجمع وحدات الخلايا دهيت هتجد إمكانية للتنفيذ. يعني زي ما بقول حاجة هي مشاريع الجدوى المالية بتاعتها على يعني على الـ على الـ يعني على حد فاصل كده إنما هذه الآلية الجديدة آلية صافي الطاقة هتمثل دخل لمن يطبقها. تمام والله يا دكتور محمد السبكي رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده سابقا والمدير التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق كهرباء وحمايه المستهلك، الحوار بتاعنا هنكمله في حلقه قادمه لان الموضوع كبير وبيهم ناس كتير. شرفتنا يا فندم. شكرا لسيادتك. ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره الساعه 7:30 في حلقه جديده. تصبحوا على الف خير وهنا.